اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جولة النهاردة في معرض إسلام صبحي الموبيليا والأساس المدر. النهاردة معانا صالون وغرفة سفرة وليفينج باللون الأوف وايت في الكحلي. نبدأ بغرفة السفرة، اللون الذهبي الشامبين المات. الكراسي بتاعتها الفوتيه باللون الكحلي وباقي الكراسي باللون الاوف وايت، والمرايه معلقه هي طالعه موضه. وده النيش، في ناس بتستعمل طلب فوتيات بس. ده الكرسي الفوتيه. السفرة شكلها مودرن حديث، تصميمها بسيط جدا ورقيق قوي. هنروح كده للصالون، صالون مذهب كلاسيك نيو كلاسيك فايت، طبعا نعمل كابوتينيه. خدوديات بوكيهات ورد. صالون عبارة عن كنبتين، واتنين فوتي. نجد الظهر برضو كابوتيني، ومن الوش بوكيه. موديله جديد والقطع اللي فيه جديدة، مش مكرر قبل كده. ودي غرفة الليفينج اوف وايت في كحلي، برضو نفس الوان السفرة. كنبة اوف وايت، كنبة كحلي، ترابيزة مودرن. متنسوش تعملوا لايك للفيديو، اشتراك للقناة، فعلوا الجرس، اكتبولنا في الكومنتات ايه اكتر حاجة بتعجبكم، ايه اكتر فيديو حابين ننزله ونعرضه على القناة. لو عايزين عنوان المعرض بالظبط اكتبولنا في الكومنتات، هنحطلكوا العنوان. يارب يكون الفيديو بتاع النهاردة عجبكم.